الاختبار بقلم الطيب صالح. كانا يعيشان في منطقة سويس كوتج. هو محام من دوربان، وهي ممرضة من نوتنغهام، وكانا صديقي. كانا يقيمان حفلة عيشية كل سبت، يدعان إليها أناس من كل نوع، جلهم ممن يسمونهم اليوم أفروسيويين. تلميذ طب من نيجيريا، محاضر جامعي من الهند، فتاة من الصومال تدرس الخدمات الاجتماعية، تلامذة مصريون حتى إبان معركة السويس. جميع الأنواع، ذلك الدرب من الأشخاص الذين يشترون صحيفة الغارديان ويقرؤون الأبزيرفر وإنكاونتر ويتحدثون عن ألين بيتن. وكان صديقي يصوتان لحزب العمال. كان هذا الطالب الغاني أصوت كاللبنوس، لكنه إن أنت لم تكترث للونه كان وسيما. خلف حاجز اللون كان خفرا، لكنك إن سمحت له بالدخول كانت إنسانيته لا تعرف حدودا. خلف حاجز اللون كنت في أمان، لكنك إن أزحته لم يكن ثمة الضمان. كان ذلق اللسان يجيد الرقص، يضحك بطلاقة، وكان من عادته أن يمد لسانه بين أسنانه الشديدة البياض عندما يتكلم. وكانت الفتيات يجدن ذلك جذابا. لم يكن ينبغي أن تفعل ذلك، لكنها علقت بحبه. ليس هذا فحسب، لكنهما أيضا هربا معا. التقيت صديقي صدفة قبل أيام على مقربة من مخازن سوان إدغار في ساحة بيكاديلي. حيته، لكنه لم يرد علي التحية وظل يحدق أمامه بعيداً.